هل يجوز للمعذورة شرعا أن تقرأ الأذكار أذكار الصباح والمساء؟ وهل يجوز أن تستغفر وتسبح وتهلل وتذكر الله كثيرا جزاكم الله خيرا، علما لتقرأ الكتيبات المذكور فيها بعض الآيات القرآنية التي عليها عذر الحيض أو النفاس؟ نعم، لا بأس أن تقرأ الأدعية والأذكار، تقرأ الكتب، إنما الذي يحرم عليها قراءة القرآن أو مس المصحف ما دامت في حالة الحيض أو في حالة النفاس. فقراءة الأدعية والأذكار والتهليل والتسبيح والتحميد والأذكار التي توافق القرآن ولا تقصد بها التلاوة وإنما تقصد بها الذكر، نعم، كل ذلك جائز والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا.